الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفاقدية لمقر أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين الجدد. اليوم توقيع اتفاق إطاري بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير لإنهاء الأزمة في السودان. الأمم المتحدة تدعو عقيل والمشري إلى الاجتماع سريعا لحسم ملف المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا. أخبار سابعة، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من شاشة النيل الأخبار، أهلا بكم. قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة وحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة. وكان في استقبال سيادته السيد محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة. حيث أكد سيادته على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة والحيادية التامة لانتقاء أفضل العناصر وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن والوفاء بتطلعات الملقاة عليهم بما يساهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، آخذاً في الاعتبار مسؤولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين. وقد دار حوار مفتوح ما بين السيد الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية وما تواجهه الدولة من تحديات متنوعة. حيث أوصاهم السيد الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة ومواصلة الاطلاع بانتظام، مشدداً سيادته على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزءاً أصيلاً من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، متمنياً لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات لينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية. استشهد شاب فلسطيني وأصيب 6 برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم في بيت لحم. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا إن الشهيد أصيب بالرصاص في صدره خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة جنوبي بيت لحم. تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة. وقال أمام مجموعة ضغط أمريكية يسارية مساندة لإسرائيل، قال إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستواصل معارضة أي أعمال تقوض أفاق حل الدولتين. سنواصل أيضا معارضة أي أعمال تقوض أفاق حل الدولتين بما يشمل على سبيل المثال للحصر
توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف. يوقع الجيش السوداني اتفاقا إطاريا مع قوى إعلان الحرية والتغيير المعارض وأطراف أخرى اليوم الاثنين في محاولة لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان يتكون من 4 بنود رئيسية هي المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، وبند متعلق بهياكل السلطة الانتقالية، والبند الرابع حول هيكلة الأجهزة النظامية وإصلاحها. تضع المبادئ العامة 14 هدفا للعملية السياسية بين العسكريين والمدنيين، أهمها وحدة وتنوع السودان، مدنية وديمقراطية الدولة، قيام سلطة انتقالية مدنية كاملة دون مشاركة القوات النظامية. كما أكدت المبادئ قيام جيش واحد مهني يحمي البلاد ويدافع عن التحول الديمقراطي المدني. وفي بند قضايا ومهام الانتقال، ألزم الاتفاق الإطاري الجيش السوداني بالنأي عن السياسة وإصلاح جهاز الشرطة والمخابرات، كما ينص الاتفاق على استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق السلام وتنظيم انتخابات شاملة بنهاية الفترة الانتقالية المحدد لها بعامين تبدأ بتعيين رئيس الوزراء الانتقالية. وبموجب الاتفاق تتكون هياكل السلطة الانتقالية المقترحة من كل من المجلس التشريعي والمستوى السيادي، ولم يحدد بعد هل مجلس أم رأس دولة، ومجلس وزراء ومجالس عدلية ومفوضيات مستقلة. واشترط الاتفاق مشاركة النساء في كل الهياكل بنسبة لا تقل عن 40%، ويتم اختيار رئيس الوزراء بواسطة القوى الموقعة على إعلان سياسي مقترح، وعلى رئيس الوزراء التشاور مع ذات القوى في تشكيل الحكومة وتعيين ولاة الولايات. وكذلك نص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن ودفاع يرأسه رئيس الوزراء المدني، وينشئ مجلس أعلى للقضاء وآخر للنيابة. ولم يدخل الاتفاق الإطاري في تفاصيل عدد من الموضوعات، وتركها للاتفاق النهائي الذي سيجرى التفاوض حوله خلال الأسبوعين القادمين. ومن تلك الموضوعات العدالة والعدالة الانتقالية، ويؤكد الاتفاق الإطاري أنها تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة المتضررين من الانتهاكات، وكذلك ترك الاتفاق تفاصيل الإصلاح الأمني والعسكري للاتفاق النهائي، ومعها قضية إزالة تمكين النظام السابق وإمكانية إجراء تعديلات على اتفاق السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح. حثت البعثة الأممية إلى ليبيا كل من رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على سرعة تحديد موعد ومكان جديد للاجتماع لحسم ملف المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، وكذلك استكمال الإطار الدستوري للانتخابات. يأتي ذلك عقب إلغاء اجتماعهما المقرر بمدينة الزنتان أمس الأحد في إطار العمل على حل الأزمة في ليبيا. بيان من المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يعلن فيه إلغاء لقاء رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي كان مقررا عقده الأحد في مدينة الزنتان. البيان الأممي أشار إلى عدم إمكانية عقد اللقاء في الزنتان لأسباب وصفها باللوجستية الخارجة عن إرادة البعثة الأممية، داعيا عقيلة والمشري إلى الاتفاق على مكان وموعد جديد من أجل الاتفاق على توحيد السلطة التنفيذية واستكمال الإطار الدستوري للانتخابات. أما تفسير التأجيل فلم يعد خافيا بعد إعلان قوى محلية في مدينة الزنتان رفضها استضافة وتأمين الاجتماع واشتراطها الحصول على تفويض من حكومة عبد الحميد للبيبة. وكانت ليبيا قد شهدت خلال الأيام الماضية حراكا سياسيا غير مسبوق وسط ترقب لنتائج التقارب بين عقيلة صالح وخالد المشري،
ويسعى المجلسان إلى تشكيل حكومة جديدة تتألف من وزراء تكنوقراط تكون قادرة على بسط نفوذها على مختلف أرجاء البلاد، بدلا من الحكومتين الحاليتين وهما حكومة دبيبة وحكومة بشاغة. ويرجح مراقبون أنه في حال فشل لقاء الفرصة الأخيرة في إحداث تغيير قبل نهاية ديسمبر الحالي، فإنه لا خيار أمام الأمم المتحدة سوى الدعوة للحوار السياسي في أوائل يناير لتتجاوز المجلسين وتعود لجنة الحوار السياسي مرة أخرى. وتؤكد الأمم المتحدة ضرورة الالتزام بخارطة الطريق المنبثقة عن منطقة الحوار الليبي كأرضية للانطلاق نحو تحقيق التوافق السياسي من خلال إشراك كافة المؤسسات السياسية المنبثقة عن الاتفاق، وبين الترقب لما قد تسفر عنه طاولة عقيلة والمشري في حال انعقادها والضغوط التي تمارس لعدم التئام اللقاء. يبقى الوضع في ليبيا بلا حراك في انتظار أي جديد. قرر قادة دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا إيكواس إنشاء قوة إقليمية للتصدي للإرهاب المتنامي والانقلابات المتوالية. استكمالا للخطوات التي اتخذتها منطقة غرب ووسط إفريقيا للتخلص من وصمها باسم حزام الانقلابات، يتجه قادة تلك الدول نحو تأسيس قوة إقليمية للتدخل في مواجهة الانقلابات والإرهاب. وفي بيان عقب قمة سنوية بالعاصمة النيجيرية أبوجا، قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس التوجه نحو تشكيل قوة في المنطقة للتدخل في مجال الإرهاب أو استعادة النظام الدستوري داخل الدول الأعضاء. لدى القادة إصرار على تشكيل قوة إقليمية لديها القدرة على التدخل عند الحاجة، سواء كان في مجال الإرهاب أو استعادة النظام الدستوري بأحد الدول الأعضاء. وبحث قادة الدول ملف الإرهاب، حيث تنتشر الجماعات المتطرفة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر وخليج غينيا، وكذلك الوضع في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، والتي شهدت انقلابات للسيطرة على السلطة بالقوة منذ عام 2020. وتمارس المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضغوطا منذ أشهر من أجل عودة المدنيين إلى السلطة في أسرع وقت في هذه الدول، وسط مخاوف من اندلاع الاضطرابات بسبب تحركات المتطرفين في المنطقة. يتابع القادة عملية الانتقال في ثلاث دول هي مالي وبوركينا فاسو وغينيا، وأكد القادة على أن تستمر عملية الانتقال في مسارها في الدول الثلاث. ليس هناك استثناء في المضي قدما نحو الديمقراطية كما هو متفق عليه في خارطة الطريق في اتفاقيات الانتقال مع إيكواس. ولم تذكر إيكواس أي تفاصيل عن كيفية تشكيل القوة، لكنها قالت إن قادة الدفاع سيجتمعون الشهر المقبل لتحديد كيفية عمل القوة الجديدة. أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن روسيا تراهن على استخدام فصل الشتاء كسلاح في الحرب على بلاده. يأمل العدو بشدة أن يستخدم الشتاء سلاحا ضدنا. علينا أن نفعل كل ما بوسعنا لنقاوم خلال هذا الشتاء بغض النظر عن صعوبة هذا الأمر. الصمود خلال هذا الشتاء يعني كل شيء. روسيا لديها الصواريخ والسلاح المتطور، ولكن نحن لدينا ما ليس لديهم ولن يكون أبدا معهم. نحن نحمي وطننا، وهذا يمنحنا دافعا للبقاء. لكي نمر بهذا الشتاء علينا أن نساعد بعضنا البعض بشكل أكبر. على كل منا أن يفعل ما يستطيع. علينا أن نكون أكثر وحدة وأن نتجنب أي صراعات داخلية، فهذا أمر غير مسموح به. رغم الهدوء النسبي على جبهات المعارك في أوكرانيا، إلا أن جبهة دونيستك شرقي أوكرانيا لا تزال مشتعلة.
حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ عمليات هجومية ناجحة في مدينة باخومت، مؤكدة مقتل نحو 230 جنديا أوكرانيا في العمليات المنفذة آخر 24 ساعة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها صدت عددا من الهجمات الأوكرانية على محاور أخرى في جنوبي دونيستك وشمالي لوجانسك وتدمير عدد من المدرعات. وأشار بيان وزارة الدفاع إلى تدمير مستودع للذخيرة والصواريخ وأسلحة المدفعية للقوات الأوكرانية في منطقة زابوريجيا، فضلا عن تدمير مستودع للنفط في منطقة خاركيف كان يزود الوحدات الأوكرانية بالوقود. في المقابل أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أن القوات الروسية شنت خلال الساعات الماضية ما يقرب من 46 هجوما على الإقليم، استهدف بشكل خاص المباني السكنية والبنية التحتية المدنية. من ناحية أخرى، توقع دبلوماسيون ألمان حدوث موجة جديدة من اللاجئين الأوكرانيين خلال الأسابيع القادمة مع انخفاض درجات الحرارة. وقال الدبلوماسيون إن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا تعني أن العديد من الأشخاص في درجات الحرارة المنخفضة لدرجة التجميد قد يجبرون على مغادرة البلاد. كان مسؤولون أوكران قالوا إن أكثر من 14.5 مليون أوكراني غادروا البلاد منذ بدء الحرب في فبراير الماضي، توجه معظمهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها بولندا، بينما اضطر نحو 5 ملايين أوكراني إلى النزوح الداخلي بسبب الحرب المستمرة. قال المستشار الألماني أولاف شولز إنه سيكون من الخطأ وقف المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل كامل. تحدثت للرئيس الروسي مرارا لأنني على قناعة تامة بأنه من الخطأ الفادح عدم الحديث مع بعضنا البعض رغم كل الخلافات الكبيرة، ولذلك فنحن والرئيس الفرنسي بوصفنا أعضاء في مجموعة السبعة وحلف الأطلسي نسعى للحوار مرة أخرى، وعلى الرغم من ذلك نقوم بدورنا دون أي التباس، لأنه يجب التركيز على الهدف بكل وضوح، على التدمير الرهيب للصواريخ الروسية والتي تستهدف البنية التحتية للطاقة وأوكرانيا بشكل عام. قالت النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والنقل البحري والبري في بريطانيا، قالت إنها رفضت عرضا من مشغلي القطارات لزيادة الأجور بنسبة 4% في كل من عامي 2022 و2023 بهدف تفادي المزيد من الاضطرابات التي عرقلت بالفعل سفر الملايين من مستخدمي القطارات. قالت النقابة إن أكثر من 40,000 عامل في السكك الحديدية سينظمون إضرابات خلال شهري ديسمبر ويناير بسبب خلاف طويل الأمد بشأن الأجور، وهو ما سيؤدي لعرقلة حركة السفر قبيل عطلة عيد الميلاد وبعدها. تواصل وزارة الداخلية جهودها على مستوى محافظات الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة أشكالها. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1933 عنصرا إجراميا ومصرع 8 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وقتل ومخدرات وسرقة، وضبط معهم 905 قطعة سلاح ناري أبرزها رشاش وبندقية رصاص و157 بندقية آلية و141 بندقية خرطوش و30 مسدسا و575 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة.
وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 378 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 3599 قطعة سلاح ناري بحوزة 2972 متهما، أبرزها 2 جرينوف ورشاش و504 بندقية و328 بندقية آلية و170 مسدسا و2594 فرد محل الصنع، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و480 خزينة، إضافة ل 5753 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط 5 ورش لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط 24 تشكيلا عصابيا ضموا 76 متهما، قاموا بارتكاب 77 حادث متنوع. كما تم ضبط 458 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وتم كشف غموض 320 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 525 متهما. كما تم إعادة 28 سيارة مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,123,966 حكما قضائيا، من بينها 8,075 حكم جناية و 659,257 حكم حبس جزئي و 122,844 حكما مستأنفا و 1,034,516 حكم غرامة و 299,274 حكم مخالفة. تشهد محافظة الإسكندرية طفرة تنموية كبيرة، أحد شواهدها محور المشير فخري فؤاد أبو ذكري. تنفيذا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني للشباب في يوليو 2017 بزيادة الحيز العمراني لمدينة الإسكندرية بنحو 18,000 فدان وإعداد مخطط شامل لتطوير المحافظة، تم تنفيذ العديد من المشروعات فضلا عن تطوير عدد من المحاور المرورية. ويأتي محور المشير فخري فؤاد أبو ذكري كأحد أهم هذه المحاور بالقرب من مدينة الإسكندرية، وجاءت تسمية هذا المحور باسم المشير فخري فؤاد محمد أبو ذكري تخليدا لذكراه، حيث إنه كان يعد أحد أبرز قادة القوات البحرية في التاريخ المصري الحديث، إذ شغل منصب قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر عام 1973، فضلا عن دوره في التخطيط لعملية تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات عام 1967. تم تنفيذ هذا المحور خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى نوفمبر 2022 على مرحلتين، الأولى بطول 35 كيلومتر بداية من الطريق الصحراوي وصولا إلى كوبري سيدي كرير، والثانية بطول 15 كيلومتر من سيدي كرير لمدخل مدينة برج العرب، بهدف ربط كافة أنحاء المحافظة ببعضها البعض والتخفيف من التكدسات المرورية وتيسير حركة تنقل المواطنين، وذلك بمشاركة 8 مكاتب استشارية وعدد 15 شركة مقاولات و46 ألف مهندس وفني وعامل. كما تم إنشاء 15 منطقة استثمارية بمحيط المحور على مرحلتين بهدف جذب مزيد من الاستثمارات. وشملت المرحلتان الأولى والثانية
أعمال توسعة للمحور من 6 حارات مرورية في الاتجاهين إلى 18 حارة بعرض يتراوح بين 90 إلى 120 متر وإنشاء عدد 18 كبريا بطول يبلغ نحو 18 كيلومتر. كما تم تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 6 كباري قائمة بإجمالي مسطح بلغ 130 ألف متر وتركيب عدد 4600 عمود إنارة و 7100 كشاف إنارة، إلى جانب إقامة عدد 25 غرفة محول كهربائي بإجمالي طاقة تبلغ 6400 كيلو فولت. كما تم تنفيذ شبكة كابلات كهربائية جديدة بطول 40 ألف متر وزراعة عدد 700 نخلة و 3300 شجرة مثمرة، إلى جانب 52 ألف شتلة، وإنشاء 14 كبريا بإجمالي أطوال بلغت 14 كيلومتر. وتم تكريك البحيرات لتنفيذ التوسعات بامتداد المحور وردم عدة مناطق بالملاحات، وجاري تنفيذ عدد 12 منطقة استثمارية كمرحلة أولى على مساحة 180 ألف متر مربع تضم العديد من الخدمات، منها محطات وقود ذكية وشحن كهربائي ووحدات تجارية وكافيهات ومنطقة معارض للسيارات ومسجد يسع 800 فرد وقاعتان مناسبات تسع 200 فرد لكل قاعة ودور عرض سينمائي مجهزة ب3 قاعات بأحدث التقنيات ومسرح يسع 500 فرد ومنطقة سياحية تضم فندقا عصرية سعته 70 شاليه ومطعم معلق يضم مجموعة من المطاعم المختلفة و3 مناطق أخرى في المرحلة الثانية. وجاءت التحديات التي واجهها المشروع من حيث طبيعة التربة الطينية وصعوبة إزالة الرواسب لتنفيذ أعمال الردم وتطهير طبقة الملح بعمق ما بين 3 إلى 5 متر ونقل خطوط الكهرباء فائقة الجهد الموازية والمتقاطعة مع المحور لمسافة 50 مترا وتأمين الخطوط الناقلة لشركات البترول وتأمين خطوط نقل المياه وشبكات الري، إلى جانب الحفاظ على البحيرات المحيطة بالمحور. في ختام هذه النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يقوم بزيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة ويحضر اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين الجدد. اليوم توقيع اتفاق إطاري بين الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير لإنهاء الأزمة في السودان. الأمم المتحدة تدعو عقيل والمشري إلى الاجتماع سريعا لحسم ملف المناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية في ليبيا. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا على الانترنت nile.eg. إلى اللقاء.